طبعا ده يا جماعة موقع 75 متر، تمام. وده كده المنطقة دي اللي فيها الصورة اهو، حاول اعمل زوم. ده النادي او مركز الشباب يعني، اللي وراه عمارة من عمارات 90 متر. المكان ده هو الموقع الوحيد ل 75 متر. كل دي العمارات، في عمارات جاهزة على التسليم وفي عمارات زي دي كده لسه تحت الانشاء. كم عمارة؟ حوالي 70 عمارة. وبرضو ده ميدان، هيبقى ميدان كبير جدا، من اكبر الميادين في مدينة حدائق العاصمة. فبجد يعني حاجة ممتازة. طبعا الموقع ده اللي عايز بقى يروحه اسمه 55 ألف، تمام، معروف يعني. طبعا دي عربية اهي سوزوكي، عشان بس ما حدش يقول لي في توك توك. خمسة وسبعين متر موقع 55 ألف. ده موقع 55 ألف. وده البقية. ده البقية موقع. وهنا كده ممتد لقدام على ايدك اليمين بس كده. لو عديناهم فعلا هيطلعوا كام؟